لما وصلنا لأجمل الخطبة أم العريس لما تعش من شافك وحل بلح أبوه شافك رمضان كريم يا فوز تم ترم رمضان رمضان كريم ورمضان بيحلى بالفوازير وكل يوم معانا فزورة من زمن الفوازير وفزورة النهاردة عن الأميرة وردشان اللي هي شريهان من فوازير ألف ليلة وليلة أمثال قالوها 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 قبلنا الأمثال الشعبية اللي اتعرضت سنة 1986 في تاني تعاون بين المخرج فهمي عبد الحميد وشريهان ومعاهم المؤلف الشاعر طاهر أبو فاشا والمؤلف الشاعر عبد السلام أمين ومعاهم كمان عمر الحريري وزوزو نبيل. بس المرة دي الألحان لسيد مكاوي مش للموجي، والمرة دي الفزورة بقت جوه حكاية ألف ليلة وليلة مش براها، والحكاية إن السلطان كهلان اتحرم من الإنجاب هو وزوجته أمر الزمان، فبيسعى الوزير شعلان لإقناع السلطان بالزواج من بنته وتتوالى الأحداث وتروح الحكاية لقصة وردشان والأمير مندو وتسأل شريهان في الآخر عن الفزورة والحل أمثال مشهورة. على رأيي أنت على رأيي ستي قال لك إيه وقال لك إيه قال لك آه وادي المثل اللي عرفناه. وتعالوا نشوف الفزورة. وغلى الدم في عروق السلطان وثار كالبركان ونادى على الطواشي حبهان ليحضر الأميرة وردشان وصاحب وزيره شهلان وانطلق إلى قصر الصبر وهو ضائق الصدر وفتحت الأبواب وتأخر البواب وتقدم كبير الحجاب. مولانا الملك كهلان. مولانا السلطان. خليك عندك. الله أنا اوعى تفتح بقك. أنا غلطت اللي أمنت الواحد زيك. صحيح كل واحد أصله يرد عليه. أنا مش فاهم أنتوا بتعملوا كده ليه. انت اللي سرقت الجوهرة ولا الاميرة اللي ادتها لك؟ جوهرة ايه؟ باختصار ما هو ما تحاولش الانكار. انكار ايه؟ سرقتها ولا ادتها لك؟ انا مش فاهم كلامك. قال يعني ما يعرفش حاجة. طب بس فهموني الحكاية ايه؟ جوهرة التاج. جوهرة التاج؟ الاميرة ادتها لك ولا ايه؟ لا يا مولاي انا ما خدتش حاجه منها والاميره عندك تقدر تسالها. يبقى سرقها. انتوا بتتكلموا ازاي؟ مفيش داعي لتضيع الوقت يا مولاي. انا عاوز اتاكد اذا كان هو اللي سرقها ولا الاميره اللي ادتها له بارادتها. اسمع يا مولاي انا اعتبر الكلام ده اهانه وما اسمحش باي مهانه. احنا صحيح ناس على قد حالنا لكن عايشين بشرفنا. ما هو ما تحاولش. انا ما اقبلش كلام من ده. القصر قدامكم فتشوه حته حته. طب فين حاجتك وهدومك؟ في الصندوق ده اللي قدامك. حبهان فتش الصندوق يا حبهان. أملك يا ملك الثمان. فتش في كل مكان. ارفع العباية. يا ربي الجوهرة هي ازاي؟ ازاي؟ جالك كلامي يا مولاي. الجوهرة دي حدد الساعة عليا. احنا مش حرامية. مولاي السلطان مولاتي الأميرة وردشان. فضلي شوف يا أميرة. ايه ده؟ الجوهرة دي حدد الساعة. اسكت انت. الله الجوهرة دي مش كانت ضايعة منك؟ الجوهرة دي انتوا لقيتوها فين؟ انت ما اديتيهاش لمندو؟
انتوا لقيتوها عنده؟ انا بسألك، انت اديتيها لمندو؟ ايوه انا اديتها لمندو. وانا كمان انت بتقولي له الكلام ده ليه يا اميره؟ الجوهره دي انا ما اعرفش عنها حاجه، لازم حد يدسها عليا، احنا مش حراميه. مندو بس استني هنا، تعالي معايا. انت بتعمل ايه في هدومي يا والدي؟ بتعمل كده ليه يا والدي؟ عاوز اعرف ايه حكايتك مع الزبال الشامه اللي على كتفك الشمال. العلامة، انا مش فاهم كلامك. انا مش فاهم حاجة. انا اللي اسم ابوكي، كنتش اعرف ان على كتفك علامة. تقدري تقولي لي ازاي مندو عرف ان على كتفك شامة؟ مندو انت خنت الامانة. انت بتظلمني يا مولانا. صحيح، العرق دساس والاصل الطيب هو الاساس. مندو انت يا مولاي بتظلمني، انا ما حصلش حاجه مني. مندو انا وفيت بعهدي وابوكي ما وفاش بعهده. مندو شهلان. مولاي السلطان احبسوك في اللمان. مولات الأميرة وردشان جاية فوق اللمان، افتح السجان. مولات الأميرة وردشان، مولات الأميرة وردشان. انتوا لسه ما تعرفوش الأصول؟ انتوا ازاي تكلموا الأميرة كده على طول؟ أنا بعدين هعلمكم ازاي تكلموا أسيادكم. معلش يا مولاتي سامحينا. يعني كويس لما تقولي مولانا. المسامح كريم يا مولاتي. امال انا جايباكي ليه معايا؟ مش عشان لما يحبوا يقولوا لي حاجه يقولوها لك وانت تبلغيها لي؟ واحنا كنا هنفهم للدرجه دي؟ خلاص كلموني انا وما تكلموش الاميره. امرك يا ست طمرهان. انا بريء، انا مظلوم، انا غلبان. تقدم يا وبتعرف حضره بنت السلطان. المسجون دوت جريمته ايه؟ محدش يعرف هو مسجون ليه ولا حد جريمته ايه. هو مسجون بامر الوزير. انا بريء يا مولاي. العدل يا مولاي، العدل يا مولاي. بس انت هو كتب سكتوا من السجان. الزنزانه دي ليه ما فيهاش شباك ولا حتى جنزير؟ ده مجرم خطير بامر السلطان جابه هنا الوزير. واسمه ايه؟ اسمه مندو. الأميرة عايزة تتفرج على الزنزانة وبلاش تدخل ويانا، عايزة تعرف حكاية المجرم الخطير دي ايه وليه قبضوا عليه. بس يعني ما تخافش، محدش يقدر يمس بنت السلطان. لكن ما لكنش. افتح الباب. افتح الباب يا سجان. اتفضلي يا بلدي. وردشان. مندو ايه اللي جابك هنا يا بنت السلطان؟ مندو ربنا مش ممكن يتسع عبده. وردشان مندو احنا لازم نهرب من البلد دي. نهرب من البلد دي ونعيش في اي بلد غير دي؟ بس انا مسجون دلوقتي. ما انت هتخرج من السجن زي الشعر من العجين. ازاي والسجان والحرس اللي واقفين؟ ما انت هتلبس عبايتي وهتغطي وشك بالطرحه بتاعتي وبالشكل ده محدش هيعرفك. ما هم يعرفوني من صوت يا وردشان. ما
انت مش هتتكلم معاهم، تمرهان هي اللي هتتكلم معاهم. بس بعتها تلبس عبايتي وتغطي وشك بالطرحه بتاعتي، هتخبط على الباب هيفتحوا لك وتخرجوا منه. وانت مش وقت الكلام، هتفهمك كل حاجه تمرهان. وهستناكي فين يا ورشان؟ في المكان اللي هتقول لك عليه تمرهان. البس عبايتي والطرحه كمان. افتح باب السجن يا سجان. افتح الباب. حاضر يا ست تمرهان. اتفضلي يا مولاتي. مولاتي الاميره وردشان. مع السلامه مولاتي وردشان. افتح يا سجان مولاتي الاميره وردشان. وهكذا اخرج ماندو من اللومان، فحددت له المكان والزمان الذي ينتظر فيه وردشان، ووقف ماندو في الانتظار على نار. وفجأة وعند اذن، اذا مولاي اذن، نقدم الفزورة بكلام مجزن. سعيدة يا تونتي. أسفة، قصدي أختي، دي غلطة غير مقصودة، سامحيني يا شهرزودة. عبثا تحاولين. دي بتتلكك لي يا أونكل علشان أطلع من الكادر. زي الوزير شهلان ما بيتلكك على تهمة لعريس بنت السلطان. بعيون حبي شايفاه، ده حبيبي وانا عارفاه، بعيون حبي شايفاه. لو يغلط مهما يغلط، غصب عنكو غصب عنكو غصب عنكو مسامحاه، ده حبيبي وانا عارفاه، ده حبيبي وانا عارفاه. لما تشوفيه ابقي اساليه ده حبيبي وانا عارفاه، ده حبيبي وانا عارفاه، واسقه منه وفهماه. ده احنا شفناه والجو معاه. لا 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 لا، احنا شفناه والجو معاه. يمكن مش هو، لا لا ده هو. طب يمكن هو وانا، انا اللي كنت معاه. ده حبيبي وانا عارفاه، ده حبيبي وانا عارفاه. هو احنا تايهين عنك، دي واحدة اطول منك. اوصفوها لي وارسموها لي، شعرها بني، شعرها بني واطول مني. سامع يا اختي، يا اختي استني. ده حبيبي وانا عارفاه. وياه ده حبيبي، ده حبيبي، ده حبيبي وانا عارفاه. بتدافعي عنه خايفه منه، واثقه منه وفهماه. ده حبيبي وانا عارفاه، ده حبيبي وانا عارفاه. ده
سلامتك يا حبيب قلبي راجع تعبان يا حبي من يد ما نعدمها. بسبوسة هتجدو هتقولاش يا هقول كمان أرئيش. يا رب يا رب تعيش. طب يا اختي سلم ولا يتكلم. يدوبوها تلاقوها تتزلط. دي عايزة مفرمة. لا عايزة بورزانة. قالك ايه؟ ايه ايه؟ قالك اه اه اه. قالك حللا حللا بللا. شفنا مثلا مثلا مثلا. قالك ايه؟ ايه ايه؟ قالك اه اه اه. قالك حللا حللا بللا. شفنا مثلا مثلا. اول مرة مثلنا جدا. يلا اكتبوا وايدوا ومعادنا لما تعيدوا.